شهدت مطرانية 6 أكتوبر وأسيم حفل تخريج أول دفعة من معهد التمريض اللي قامت بتأسيسه بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية. شارك في الحفل نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وأسيم وممثلين هيئة الإسعاف المصرية وعدد من كهنة الإيبارشية، وبيعتبر ده التدريب الأول اللي تم تنفيذه داخل الكنائس. كان المعهد بيقدم الخدمة على أعلى مستوى وشارك فيه حوالي 17 تخصص طبي، وأقيم الاحتفال بكنيسة الشهيد ماري جرجس بمدينة الفردوس ب6 أكتوبر.